طبعا ايش واحده من الحركات نلصق بالهليكوبتر كذا. انا وين تحت الهليكوبتر. اهلين فيكم حبايبي برو جيمينج، معاكم محمد بسيمي ومعي فهد الشيحة. كيفك برو؟ الحمد لله. بدنا نلعب جاست كوز. طبعا جاست كوز مسوي لها دبلجه باللبناني فعشان نعيش الجو. بس لبنايني وقف. هي بتعصب. شوف اقدر اتعلق في السياره واركب كذا بعد من السياره من فوق قبل انقلع. ليش أوكي. ليش ما تخليني اركب سيارتك يا حيوان؟ كيف تحكم السياره؟ بعدين اقدر اذبحه. لا ماما زعيت. لا يستاهل يموت. مات. خلي قومي حقدوا علي الشرطه. اوكي ما علينا. طبعا اللي ما قد لعب جست كوز من قبل، اللعبه فكرتها يعني عالم مفتوح، تشوف المكان ايش كبره، تشوف الجبال اللي حولنا وكل شيء، ومعك شخصيه عنده شيء اسمه جرابلينج هوك. شنكل. الشنكل باللبناني. الشنكل. فهذا جرابلينج هوك يخليني اتعلق بالاماكن واسوي اشياء رهيبه، زي مثلا اشوف كيف كذا اتعلق واروح اماكن عاليه، اروح اسوي يعني اشياء زي كذا. وايضا يساعدني اني اطير مثلا، يعني اقدر اتعلق فيه وبعدها اطير. شوفوا كيف مثلا بنفس الوقت افتح الباراشوت فيطيرني بعيد، واكمل هنا مثلا نفس الشيء اخليه يطلعني زياده. شكل زعلوا علي يا جماعه. مين اللي طلع علي بالضبط؟ اوه الهليكوبتر. شكله بس شكله. طبعا ايش واحده من الحركات نلصق بالهليكوبتر كذا. انا وين تحت الهليكوبتر. هي والله قفلت معهم الحين، مو بعارفين وين. انا ما تشوفوني. خلني اطلع من الهليكوبتر. اطلع بس اسمع، في سيارة كبيرة ذيك الصفرة شكلها مع هليكوبتر، خلت تسحبها. هذا اللي بيصير. ابي احد يسحب الثاني فيه. انا اوري الشباب بس. تعال هليكوبتر تعال. لا ما سحب. هو نزل. ايه الحين شوف مثلا بسحب هذه. وين؟ بالجدار هنا. سكتر؟ شوف الحين عالقين هم ما يقدروا يتحركون. الصقهم هنا بعد. اوكي. اوه طاقتك. شوف ثبتهم انا الحين. اسحب واحد منهم يمديك. تقصد لك كم هير زي هذه. He's dead. السيارة هذه مثلا. نربطها بسيارة ثانية. نربطها بهذا الشيء. ايش صار؟ اوه ذيك. الشنكل هذا تلفله محمد صح؟ تقعد عند أكثر من خواص يكون فيه. تعال. أنت ما تعرف. بلى صار. يحبون بعض. ها اربطه ذا هذا شنكله. تعال شنكله مش جرى ولا شيء. تعال تجي لقنا. تعال فوق يرجع. اوف لا رجال مسكين. يقوم ولا مات؟ شوف هنا مات. اي خلاص بس نرجع عند سيارته. تدفن هناك؟ لا هناك معه. يا مسكين والله مسكين. تعال خلنا نسوي مشاكل في باخرة مدرسة شخراعية. هتشوف واحد من الشباب اللي هنا مرين. تعال انت وهذا شكل جامد. بل 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 لا بتزبط معك. هذا شيء يبغى له شيء ثقيل. لا نزله في الارض. اسحب اوكي النزله هنا هذا. يلا يسحب. اوه بال. وش هو ايش يتحرك كله؟ ما تتايم ذا ولا ايش ذا؟ يا ساتر كان قاعد يدفع دولك شاحن. بس خلت تسحب امه كذا وتمشي. الدنيا قامت تهز. طيب اوكي خلنا ندور شيء يسوي مشاكل بعد زياده. تحت انت يا راعي الهمر. والله الهمر بينسحب معاه ترى شكله. لا يشيل لك الهمر. لا تورع الهمر. ايوه كويس قام يطلع ذا الاخ. الحين بدك تسحبه. صار زي شوف النار. شوف النار اللي فوق. شوف قام ينفجر. ايه اشوف زي كتماري دمزي. عرفت تمشي تلقط اشياء معاك. اسلحه يبغى له ينفجر بس. ايوه لا هذا المفروض يقلع ترى. ايوه خذني معاك. طيب ودي حوش خلاص والله راح في البحر. مع السلامة. بيروح رحلة مع اخوياه لو داع. الحق ايش هذا؟ وين رايح؟ تعال اثنين. هذه رهيبة. اثنين صواريخ. ترى الحين كوريا ولا شيء بيضربون مشاكل.
نسوي مشاكل مع الجيران. ما تقوم الحرب العالمية الثالثة. طبعا فيه هو حركة زي الشيء يطيرك كذا. شو خليني أوريك إياه. كيف زي لجنة حيطلع لي كذا. اوكي واقدر استخدمها بعد بعد اي وجهي ما حد شاف وجهك انسحب بالارض ملامحك تكنسلت خلاص اوف يا رجل وجه الهليكوبتر خلاص اسحب الناس اللي فيه لصقهم وسحب الناس فيه واحد واحد شوف سحبت سحبت هذا اللي اقول لك احلى شيء اسحبهم واحد واحد تعال اسحب الطيار تطيح الهليكوبتر ما في حد يسوقه اي من جد تقدر تركب اكبر اكثر من حبل هذاك اسحبه لهاية هذاك اربطه بالهليكوبتر اربطه بالهليكوبتر علقه هناك شوف طاحت ظلك سحبت الطيارة حبلين حطيت لها طاحت جت لعندنا خلاص خلص المهمة هذه ايوه بس 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 وصلنا خير يلا الحين شفت العداد اللي فوق ذا يمين بوريك بينفجر اصبر بوريك شوف خير الحين كذا الكيوس يقوم الحين شوف الحين تعال انت وانت اوه ولع بعد عطهم خيط ثاني وانت بعد ايوه شنكل ثاني شنكل تعال هنا يلا لا بعد استلي بشنكل ولا ما يتعب لا 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 محمد انحاش محمد انت بعيد وخر انت حاسس جبلت يلا ثاني ترى اوي اوكي تعبى الكيس قام يتعبى هذا مو ذكره ايوه قام يتخرم من كل مكان الخزان يلا يبالي دفه شوي كذا يلا يلا شو جا فوقك ذا؟ ما ادري شينكو كله طاح عليه والله وخر ليفل 2 كيوس يلا يا روح طرد روح نحدق والله شيء نحدق محمد نصير ربيان الجو جميل صراحه بس انا ايش؟ انا بقول لك حاجه دخل برا انا هذا مو عاجبني والله ليش قاعد يمشي الحالة؟ شنكلو خليه يجي معانا يلا سوق تعال معانا سوق خلينا نشوف احنا ناويين نروح مشوار وانت بتجي معانا ليش مو بشغلك تعال هذا تسوق ممكن اسوق بدالك ممكن والله صفت والله نفسيه والله ما تفرق معاها كله كركب برا اول مره اشوف قارب بالشراع ريوس حصان داينستي واري ذا يرجع ريوس انا شفته برميل صراحه عادي خلاص يلا خمسة جت يلا ادعس يلا يلا والله رهيب ذا اول جيت سكي شوفه ما يطشر ماي هذا الشيء اللي يطلع النافوره تطلع لي صح ما ادري صح ايش جيت سكي اللي يمشي على البحر ما ادري هذا برماي ذا مو جيت سكي ويمشي اي والله ما تعوق معه وات طور التكنولوجيا خلاص هذا حد هذا حد الشنكل والله قاعد يمشي والله خلي الشنكل يسحب الارض الشنكل خليه يسحب وين الحين من يبدا اللعبه من هنا تحطني تحت الجسر تعال هنا يلا اوف ولا هذه رهيبه هذا محمد نبغى زياده جمع ركبنا حوش انا قاعد اشوف واحد يرمي عليه قنابل بس وين الحيوان امسك حق القنابل ذا وخليه يجمع خويه هذا شوف شكله بيلحق قوي خلينا نصيده بس بيعرف وين هذاك الحين قاعد الملاهي حقته ابغى كذا هذا هو ملاهي ما خويه يلا روح وين خويه راح ارهب شيء الملاهي هذه شوف الحين يدور مات من الدوخه شكله هذا يا حيوان اللي يطلق علي ايش يصير فيه فاهم ابغى ثاني تقعد هنا تفر ضبط ناس زياده ملاهي لا معكم ذاك ملون كذا حط الكوان اي جاي يضرب عليهم ترى طيح انا بساعد اخوي طيح الهليكوبتر شكله طاحت اي لا هذه عالقه فوق خذوها بجود دي عندكم خذوه تصرفوا معاه وانت بعد الحق ودي روح عندهم راح هناك ودي حاش يطلقون عليك فوق الجبل يلا اخوياي يا وانت بعد يلا راح فوق راح معاهم وانت بعد تبونه اربطه بالهليكوبتر يا ها مديك خاف يسحبها بعدين ايش في الهليكوبتر جاب ما ادري شوف طاح خويك والله ساعدته والله طاح في البحر
حمار بل 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 في سوق. واحلى شيء لما تاخذ الهليكوبتر حق يا سلام بس يطلق ذا ها يطلق ما ادري شكله حق نحشه بس والله ما يطلق شيء. عمد خليك انت حاري ها قصت النورس مساكين خليك انت حاري روح اجيب كذا بالهليكوبتر يلا انزل عليهم ذوليك على يمين يكونون. شوف هذا المكان نهايه حق اللعبه. هذا اند جيم هذا اخر شيء في اللعبه كنا قصر الاميره الاخير في نتندو. وينهم طيب؟ هنا هذا المكان نهايه. شوف الحين دخلت منطقه الجليد. أيوة. شوف كل شيء صار ابيض. هنا النهايه حق اللعبه. خلص الجيم ها بديت تخلصها الحين ما ادري. طيب ندخل عنده. في بوس اخير يعني ولا ايش؟ اي المفروض فيه. وين خلنا ندخل عنده شوي. المفروض اني ما اقدر اسوي شيء هنا. المفروض انهم ينتفوني نتف هنا هذا البرج. طب الباراشوت ها طب الباراشوت يا رجال انزل كل الهليكوبتر. اي انزل لهم خلاص إذا تقول هذا المرحلة الأخيرة. برج الأفنجرز إيش ذا؟ طب شو طلقوا عليك. شوف إيش هذا؟ راعد ذا ولا إيش؟ أوه وش إيش صار؟ ما أدري في طيارة طاحت. نرجع بالريوس. وش الهدوكن هذا؟ ما أدري أنا أشوف شيء راعد و إيه؟ انزل أوه إيش؟ الهليكوبتر ذيك النت تفتت دوب قاع. شوف هذا اللي قاعد يصير هنا بالضبط. وانت ما يجيك شيء ليه؟ ما ادري. ايوه عدل ما اقدر اوه هو مات ولا لسه؟ يا ساتر لسه؟ يا ساتر حتى اليد قامت. ايش اللي مت اربع مرات يا شيخ وانا طاير في الهواء؟ هذا بس الاخير. لا بس هذا واحد من الافكار الرهيبه اللعبه انه يقول لك تبي تروح مكان النهايه من البدايه روح. هذه حلوه هذه بس تخسي تدخل تخسي لازم تكون جاهز قبلها لازم تسوي اشياء معينه. شوف اللي شفته انا بسوي اديتك محمد الفيديو. شوف اللي شفته انا خفت صراحه. شو الهليكوبتر وصقعت امها كذا. عموما يعطيكم العافيه. هذه كانت جاست كوز الجديده. كان معكم محمد السيمي وفهد الشيحه. لايك سبسكرايب فعلوا الجرس ومع السلامه.